إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أروس 3 جيمر معكم اليوم بمقطع جديد كارير مود يا جماعة مع برشلونة. لا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين. بدنا نوصل المقطع هذا 40,000 لايك، وإن شاء الله رح أحاول أنزل لكم الحلقة اللي بعدها أول ما يوصل المقطع 40,000 لايك، فضغطكم على لايك مهم، وتأكدوا إنكم مشتركين بالقناة لأنه أحيانا ممكن إنه يلغي الاشتراك. المهم اليوم يا جماعة دوري الأبطال، وعندنا مباراة قوية جدا ضد توتنهام من بدايتها هيك على السريع، فاليوم عندنا مباريات صعبة، في شغلات كثير رح تشوفوها، ما بدي أحرق عليكم ولكن عم بعطيكم يعني لمحة بسيطة عن الشغلات الأسطورية اللي رح تصير بهي الحلقة، فما بدي أطول عليكم أكثر بالمقدمات، إن شاء الله تستمتعوا بالمقطع وهيا بنا خلونا نبدأ. التشكيل الآن كالتالي، في بعض الخزلان من بعض اللاعبين ولكن أنا ممشي الوضع، أوكي؟ فلازم نشوف أداء أكبر من اللاعبين. بنشوف مباراة توتنهام المباراة الماضية أصلاً ما بعرف كيف نفدنا منه بدوري الأبطال، ولكن الأداء لازم إنه يتحسن يا شباب، لازم إنه يتحسن. ما زال معنا ميزانية كبيرة، ولكن صراحة ما رح يكون تركيزي على التعاقدات الآن، يعني لأنه حتى لو تعاقدت الآن ما رح يجيني الشتاء، فخلي تركيزنا أكثر على دوري الأبطال. فهي هي التشكيلة الآن اللي رح نلعب فيها مباراة توتنهام. الفوز تقريباً بيعني صدارة، وهذا الشيء الأهم. فرح نحضر مؤتمر صحفي ونروح المباراة، وإن شاء الله إنه نقدر نجيب المباراة إيزي. أنا دائما بكره مؤتمرات دوري الأبطال مشان تكونوا بالصورة، بس إنه يلا ماشي. بدايتكم كانت صعبة في دوري الأبطال، وفوز يعني بآخر الدقائق، وخاصة كان فريق ضعيف يعني، فضد توتنهام شو ممكن أصلا إنه تعملوا؟ يعني هل رح تقدموا أداء ولا رح تنجلدوا يعني وتمشوا؟ هلا أولا أنا ضد فكرة إنك تقلل من أي فريق مهما كان. فريق ضعيف ما كان وصل لدوري الأبطال أصلا، بغض النظر عن أنه فزنا إيه بآخر دقائق المباراة، أكيد كانت صعبة وحكيت بعد المباراة، لكن نحن أدينا أداء جيد بغض النظر عن الاسم. أكيد توتنهام خصم قوي بخوف، ولكن نحن لها شو اللي رح تقدروا تفوزوا؟ ما تقدروا تفوزوا على حبيبي أنت برشلونة، هون هن اللي المفروض تسألون هذا الكلام مو نحن. نحن أول نادي بالعالم، وين مفكر وين؟ نحن هون جلد، ما عندي تفاهم أنا، ما في هون جلد ولا شيء غير الجلد. هل في تعاقدات قادمة للفريق؟ شفنا بالفترة الماضية ما عاد في أحاديث عن أي صفقات جديدة، هل بتشوف إنه فريقك وصل للتشكيلة المثالية؟ طيب هلا موضوع التعاقدات أنا كنت يعني مخطط إني أجله، لأنه ما له داعي الحديث عن موضوع التعاقدات ونحن بصدد مباراة مهمة كتير، يعني ما بدي شتت أنا تركيز اللاعبين، ولكن رح نحكي هذا الكلام أكيد بالمرات الجاية. أكيد رح يكون دائما في تعاقدات، أي مراكز ممكن يكون فيها بعض الخزلان رح يصير فيها تبديلات، هذا يعني كلام معروف، يعني مو ما جبت أي كلام جديد، لكن نحن تركيزنا الأكبر على المباراة، ويعني إيزي إيزي. لحظات أخيرة قبل بداية اللقاء اليوم، وسط أجواء مشتعلة نستطيع أن نتوقع من خلالها مباراة مثيرة مميزة في هذا اللقاء. دقائق قليلة تصنع بداية المواجهة، برشلونة سيقف قبل نادي توتنهام. يلا يا رب، والله نحن لها يا شباب ونحن نستطيع. يلا يلا شباب، يلا شباب، نحن لها نحن لها. يلا والله إني متحمس للمباراة وخايف في نفس الوقت، مو بس بيراوغوا لك، بعده بيضيعوا وقت، بيتواسخوا، والله بيتواسخوا باللعب، هذا نمط والله بيخليهم يصيروا وسخين باللعب. ما طلعت. اوكي ما لحقنا، لسه ما لحقنا اقول بسم الله استغفر الله العظيم. يا اخي شو هاد، يا اخي شو هاد، ما لمست الكره من اول الجيم، شو مشان يا اخي؟ وين بدي اروح، ما في مسانده بالمره. حكم يا كلب يا اخي، من لمسه ضد بيحسب لهم بلنتيات. الله الله الله، الرد، هات الرد السريع، هات يا عيني يا عيني يا عيني على العوده. الله الله، ايوه شوف لعبهم شو مريض لك، ما بيعطوك اياها ولك بيضلوا بيراوغوا ما بعرف شلون. يا عيني فيه، يا عيني يا اسطوره. يو يا الباص، خرج اثبت. يا ديمبلي شو الانهال الزبالة هذا؟ ديمبلي يا اخي ولا تعرق المربع اكس هاي، يا الهي والله ضايع بالمرة مبابي يا اخي، ما بعرف شو صاير لمبابي، لا انهاء صاير ولا شيء. يي ندومبلي ميسي، مو ندومبلي، لا هذا ميسي، ليو ميسي هذا، مو ندومبلي. شربني
انا تشربني انا ورشي انا بورجيك انت وفريقك الزباله. فريق بحياته ما اخذ بطوله، ما اعرف على شو شايفين حالهم. حلوه لازم لازم تحتفل تستفزوا انا يشربوني من شوي انا. حلو 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 شباب، يا عيني على الويك فوت يا مبابي، يا عيني على الويك فوت. ليك ليك البراده باللعب، انا ما بيقهرني الا هاي البراده تبعهم، ما بتقدر تقطعها منه، ما بتقدر والله لو شو ما بتعمل ما بيعطوك اياها هيك، بفضل يرجع للحارس ولا يعطيك اياها. ام العارضة دبقانتني بكل مباراة، الله ياخذ ام العارضة زفتي. يا عيني يا اوباميكانو يا اخي متألق اللعب، ليو روح يلا كورن فليكس، يلا كورن فليكس يا اخي. مبابي تحت يا اخي، مبابي تحت كان، مبابي تحت كان يا كورن فليكس. لا اعقل زميله الا الغبي الغبي الغبي، ارجوك ارجوك شيء بقى ارجوك يا اخي يقطع ام الشغله. ما بدنا نخسر يا شباب بهالمباراه، ما بدنا نخسر يا اخي، نطلع بتعادل اوكي مو بخساره. يا عيني عليك يا بابو كومون، يو يقطع ام العارضه الزفته. عوارض الارض ما شاء الله، كل شوطه عارضه، كل شوطه عارضه، ما في ثلاث شوطات ما شاء الله ثلاث اهداف. يلا يلا جي 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 جي، عادي جدا عادي جدا، لسه ما زلنا يعني ها. الان عوده الاجواء الدوري الاسباني، مباراه سيلتا فيجو اصلا انا مركزي اوكي اوه لازم القائمه تبع كاس العالم انا قدمتها اصلا من الاول عادي مو فارقه. اوه سيلتا فيجو بالمركز الثامن، راح اعمل محاكاه للمباراه ولكن التشكيله الاساسيه الصراحه خايف ادخل بالبدلاء ويروحوا متغابين واقعد اخسر، ما لنا ناقصه خساير من اول الدوري. فا نشوف بسم الله. اوه اللعاب 4-0 ايش في؟ فيليكس اوباميكانو عطال يا اخي، لو انا لعبان بالمباراه يمكن ما افوز اربعه، ما بعرف شو بيصير سبحان الله. المشكله مني. خيار تغيير مركز فيليكس، عم يقولوا لي وصل تطوير، حلو ممتاز جو فيليكس، اهم شيء انه عم يتطور. انا بس بدي اياه يتحول اس تي مشان يصير اسطوري هيك، لانه هلا هو سي اف فبتلاقيه ما عم يلعب بمركز المهاجم وهذا شيء سيء. طيب الان رجعنا للبرازيل وما زالت اجواء التصفيات، نحن المفروض انه ضمنانين تاهل، فمالي رح العب بصراحه تصفيات بالمره، لكن عندنا مباراه ضد الارجنتين وهي تعتبر مباراه صراحه مهمه، يعني الارجنتين منتخب ماله سهل. طيب رح نوفر جهودنا لكاس العالم. التصفيات الصراحة أنا مالي شايف فكرة إنه نلعبها، يعني حتى على فكرة لو خسرنا نحن بالمركز الثاني، ومالي متأكد إذا فزنا أصلاً إنه رح ناخذ المركز الأول، فخلي اللعيبة تتصرف يعني وأنا بلعب كأس العالم، إنما التصفيات والله التصفيات لا يا شباب. خسرنا 3-2. ميسي حط علينا جول، مونتينيل مونتييل وبلعنا جول، أوه ماي جاد، والله إنه بلعونا 3-2. طيب مباراة الإكوادور يا شباب سهلة مباراة الإكوادور، يا أخي تصرفوا. رح ارجع لهم التشكيله، حسون تغابوا لما عملت لهم التشكيله هيك. اوكي شباب يلا يو جات ذس يو جات ذس شباب. 3-0 الله عليكم، نيمار جولين وانتوني جول، الله عليكم يا شباب. ايوه اهم شيء ما يروح المركز الثاني مننا الاورجواي لانه كمان فازوا. خلينا نرجع لاجواء الدوري الاسباني، ما بقي كثير على فكره لكاس العالم يبدا ونحن عم ندرب البرازيل اللي هو مرشح اصلا كبير لكاس العالم، دائما البرازيل بيكون مرشح كبير. طيب هات نشوف فيليكس تحول لمهاجم، يا سلام. المفروض انه لا 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 اصبر يا اخي شو صار، المفروض انه فيليكس الان بالاس تي، اذا لعبته سي اف اوكي لسه ازود يعني، ولكن ها ايوه خلص فيليكس الان تحول لمركز الاس تي، راح اشتغل عليه على تطوير الان مشان يصير 5 نجوم قدم ضعيفه. شوفوا جوريتسكا 4 مهارات و5 يكفوت، بالتالي لعيبه كلهم متالقين، ولكن في بعض اللاعبين بدي اياهم يزيدوا يعني باشياء معينه مثل دياز يزيد بالسرعه وهيك، انا بعرف ما راح تزوده بالسرعه ولكن الاهم يزيد بالويك فوت بعدين ببقى بزوده بالسرعه عادي يعني. طيب عندنا مباراه ضد ريال سوسيداد، يا ساتر ريال سوسيداد المتصدر يا الهي، والله اوايل ليك 7 مباريات 7 فوز ولا تعادل ولا خسروا، لا اله الا الله. اوكي هي لازم نلعب هاي المباراه، والله كنت فكرهم يعني عاديين. يلا يلا يا رب ويقدس يا شباب، ركزوا ركزوا ارجوكم، والله المفروض نفوز سهله هي. يلا بسم الله بسم الله شباب وي جاد ذس شباب.
يلا لا تحول جوا فيليكس اس تي، المفروض يصير متالق. يا سلام على التحرك. اوه يا لو انه خمسة ويكفوت بس. يلا 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 الله يا كورنفليكس. ايوه ايوه هاي سكت المشككين خلص، تحول مهاجم بصير اسطوري. خلط خلط، ما في ما في تفاهم، ما في تفاهم. بسرعة يا ليو. مبابي يو يا مبابي يو يا مبابي. سلام يا مبابي. يلا يا مبابي، يا عيني يا مبابي. يلا يا ليو من الزاوية المستحيلة. طع ام العارضة الزفتة، استغفر الله العظيم. بس يا اخي انا رح انجلط من العارضة، ما في مباراة ما بيجيني فيها عارضة او عارضتين على الاقل. انا بدي افهم كيف متصدرين الدوري وهجومهم بيض هدول، ما عندي فكرة بالمرة كيف متصدرين الدوري. يا اخي لعبة المثلث لديمبلي ليش ما لعب؟ الله عليك. لا 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 يا الاسست، لا 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 يا الاسست يا عطال يا اسطورة. الله الله يا الاسست. يلا جوريتسكا يلا. واللعوب يا جوريتسكا. الله 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 عليك يا اخي، واخيرا لاعب وسطيك شوت من برا. والله وحش يا جوريتسكا، والله وحش. مرجلة مرجلة هاللاعب، والله انه مرجلة. شوف الانهاء بس. يا عيني يا عثمان. الله الله، كان بدي اعطيه على فكرة لفيليكس بس تعرقل. سلام سلام يا ديمبلي. ايوه يا سلام عليك يا كورنفليكس. شوف شوف الانهاء، شوف الانهاء. يا عيني يا ليو، الله عليك يا ليو. سلام عليك يا اخي ليو ليو ليو، مو طبيعي. ايه مو طبيعي ميسي، مو طبيعي. يلا ليو يلا الهاتريك، يلا الهاتريك 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 الهاتريك. روح يا ليو روح يا ليو روح. شباب كلين شيت يا شباب، كلين شيت يا شباب. يا إلهي يا إلهي، شو بيصير لهم فجأة ما بعرف شلون. أيوة الحمد لله. لما بدهم يلعبوا بقوة إذا بتشق حالك ما رح تعرف توقفهم. جي 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 جي، ممتاز. 6-1 حلوة حلوة جدا حلوة جدا والله. لعبوا لعبوا لعب مو طبيعي بفريقنا، لكن ما كان له داعي يبلع جول باخر وقت، بس يعني عادي. المهم انه طلعنا بفوز وطلعنا. هاتريك من ليو، هاتريك اسيستات من جو فيليكس بالاضافه لجول. وجوريتسكو جوله يمكن احلى جول تقريبا، لا والله في جول لميسي كمان الاخير كمان مو طبيعي كان. طيب يا جماعه، هي التشكيله لمباراه منفيكا. اللعب بهي المباراه مهم لانه بحاله الخساره اذا عملت سكيب رح يشوطوني برا دوري الابطال، وبصراحه ما بدي غلطه الموسم الماضي تتكرر. ف رح ندخل بهي التشكيله ونامل نامل انه الفريق يعمل شيء. يلا شباب، ثلاثي الرعب ثلاثي الرعب. ارجوكم يا اخي ارجوكم يا اخي، بدنا تالق. انا بدي اشوف بس هيك مستوى، بدي يفوز بالمباراه، بدي يفوز بنتيجه، مشان اذا خسروا توتنهام نقدر ناخذ صداره. يلا شباب، وي جات ذس وي جات ذس يا شباب. يلا كورنفليكس كورنفليكس. والله ما هذا الانهاء. لا 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 والله لعب والله. الله عليك. انطلق انطلق انطلق. طبعا جواب فيليكس ودياز الاثنين ضد فرعون السابقه عم يلعبوا. يو يا اخي رجله سم. يا الهي يا الهي يا الهي. الله عليك يا جوريتسكا، الله عليك. والله رجله مو طبيعيه جوريتسكا. شو هاد شو هاد يا جوريتسكا يا جوريتسكا. راح 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 راح. يلا ليو يلا ليو، ايزي 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 ايزي. الله يا مبابي. الله 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 يا مبابي. ميسي ميسي ضيعها مشان مبابي يسجلها.
الله عليك يا ميسي، الله عليك الله عليك. انا بعرف انه مقصوده، بعرف انه مقصوده منك يا ميسي. غوريتسكا 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 اطليو بوم يا عيني، الله عليك يا غوريتسكا، الله عليك يا غوريتسكا، والله وحش غوريتسكا يا اخي، والله جلد طلعوا سهلين بنفيكا، ما بعرف ليش كنت مستصعبهم انا. ثيو ثيو مرجلة الدفاع كلها ثيو هيرنانديز. غوريتسكا غوريتسكا تعال تعال غوريتسكا. اوه ايه وين الشوطات يا اخي، شكله بس الارتو عنده اللي يعني اوفر باور. هي تعرفوا لو انه ما اجت بلوك غالبا انه جول، غالبا انه جول، والله مو طبيعي غوريتسكا بالشوطات من بعيد. يس يس حركته على اخر لحظه ورجعته الحمد لله. اوه يا طيب من بلوكات لك شو مشان شباب. الله عليك يا شتكن، الله عليك يا شتكن، شالا وين؟ شالا من التسعين، شالا حرفيا من التسعين شالا. واو كانت داخلة 100% الحمد لله. الله عليك يا مبابي من المرتدات يا اخي، من المرتدات مبابي ما بيرحم، لا اله الا الله يا الهي. يا سلام عليكم يا شباب، يا سلام. اوه ماي جاد ابا ميكانو يا اخي حاجة تغلط بالبساطة ارجوك. شتيجن الله الله يا اخي، شتيجن يا اخي والله تصدياته اعجازيه، الله عليك يا شتيجن. ايوه بلشنا سلام. يا سلام على السلكان، يا سلام. اوكي حلو حلو حلو، عادي عادي عادي، مو اول فريق بيخسر خمسه. كانت كانت الكيك اوف، جيجي جيجي جيجي. حلوين حلوين يا شباب، حلوين حلوين، ان شاء الله توتنهام يكونوا خسروا، مع انه مستحيل بس بنقول ان شاء الله يعني. اول شيء مبروك اكيد على الفوز، حابين نعرف سر الفوز وهل في امكانيه لصداره المجموعه ام لا؟ اوه يب يب يب. يعني شوف الكلام اللي راح اقوله ممكن البعض يشوفه غريب ولكنه كلام واقعي، نحن الان وصلنا الى تشكيله لا تقهر، تقدر تقول يعني شبه لا تقهر، ولكن اذا حكيت هالكلام راح يقولوا انه الفريق شايف حاله، بس هذا الواقع، انا عم بحكي واقع. فانا مبسوط بالاداء، مبسوط بالفريق، حتى المباريات الماضيه كلها عم نبدع فيها، ولسه عنا مباراه ضد توتنهام، مباراه الاياب، راح نحاول ناخذ صداره المجموعه. الموضوع صعب بعرف، بس نحن يعني بنعمل اللي علينا والباقي سهل باذن الله يعني. هنا اوه تعادل 1-1 توتنهام، بس لسه المباراه شكلها بالشوط الثاني، يا رب انهم يتعادلوا يا رب، يعني تعادل بضل احسن مما انهم يفوزوا. ايوه ممتاز يا جماعه ممتاز، توتنهام بس 7 نقاط مو 9، ماشي ممتاز، ضد اضعف فريق بالمجموعه تعادلوا، هذا يعتبر شيء جدا ممتاز لنا، وفرق الاهداف 4 زياده لانه بسبب انه فزنا 5 على بنفيكا، فهذا الشيء ساعدنا بزياده. الان عوده لاجواء الدوري الاسباني ومباراه ضد ديبورتيفو الافيش، راح تكون اكيد اول مباراه بالحلقه الجايه. مساله التعاقدات الصراحه انا شايف محتاجين بس هيك جناح يمين، على فكره ديمبلي جيد ولكنه بيتغاب بطريقه مو طبيعيه يعني، وترينكاو ما يحسه البديل الناجح الصراحه اللي ممكن يكون يعني ها لعبه اساسي على حساب ديمبلي، فما بعرف ممكن اني اعطي فرص لبعض اللاعبين، اعطوني رايكم. لكن عدا عن هيك فيليكس مبدع عم يسجل، مبابي كمان على الجناح عامل شغل غير طبيعي، غوريتسكا كل مباراه عم يسجل، وديونج يعني ها شوي بحتاج يتطور بالدفاع، دفاعيا سيء ديونج بصراحه، ما عم يقطع كثير، تدخلات عنده جدا عاديه، وهذا الشيء اذا تحسن فيه بصير ممتاز. عدا عن هيك صراحه تشكيله النار. فشكرا لكم متابعه المقطع، هيك نقدر نوصل لنهايه، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين، بدنا نوصل هذا المقطع يا جماعه فوق ال 40,000 لايك، ضغطكم على اللايك مهم جدا، واشتراككم بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين. اذا عندكم اي اقتراحات اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات، عم احاول اني اخذ اقتراحاتكم الجيده واطبقها بالسلسله. اشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا، تابعوني على الانستغرام نزل لكم كواليس من تدريبات النادي في الديسكربشن الرابط، فاضغطوا عليه واعملوا لي فولو. شكرا لكم متابعه، بس هذا كان اليوم، في امان الله.